السلام عليكم أعزائي المتابعين قناة منوعات العرب، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. جايب لكم النهاردة موقع جامد جدا إنك تجمع بيه رأس مال، تقدر تجمع بيه في وقت قليل قوي، يعني النهاردة أو بكرة كتير ممكن تلاقي نفسك جمعت أول دولار. بس هو دلوقتي بالروبل، يعني انت لازم تجمع منه 63 روبل عشان يبقوا دولار. الموقع اهو، طبعا هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو. أول ما يفتح معاك هتدوس على كلمة تسجيل، هتكتب اليوزر نيم بتاعك، وهنا هتكتب الايميل كلمة سر، هنا هتكتب الكود اللي جابه لك في الصورة، تدوس على وافق على شروط وتشترك. طبعا هسجل عشان عندي ايميل بكده. خلي بالك لما تسجل هيبعتولك رسالة على الايميل اللي انت كتبته، هتخش على الايميل وتدوس عليه بس تفعيل. هنكتب الكباتشة، كود الكباتشة اللي هنا عشان تخش على ايميلك، 6 8 7 6 4. هتدوس على تسجيل دخول، هيفتح معاك الموقع بالواجهة دي. الموقع ده عبارة عن ايه؟ انت بتدوس على الاعلان، دوسة بيجيلك هنا، دي بتبقى اسمها نقرة، وبعد كده تحول النقرات دي لروبل. هدوس مثلا تصفح اعلانات، هتخش تشوف المنظر من جوه هيبقى عامل ازاي. ادي هتفتح معاك الواجهة دي، هتدوس على اعلان مثلا زي ده اهو، الاعلان لو جايبها لك الصف كده. دور استنى يحمل معاك. هيفتح معاك الموقع بعد 15 ثانية. هو كود الكباتشة هنا بيتحل ازاي؟ بيجيب لك، يقول لك مثلا اختار الشاحنة مثلا، وبيجيب لك 4 صور انت تختار شاحنة، فانت لازم تترجم الصفحة عشان مش تفهم، عشان دي اللغة الروسية. استنى اتنين، هنا بيحمل ثواني، بيقول اهو، بيقول لك هنا صفحة تترجم. ايه ده، مخترتش حاجة. بيقولك انا هتختار السفينة، السفينة اهي، هتروح تدوس على صورة سفينة اهو. اول ما يجيبلك الاخضر كده يعني كده تمام، هتروح على الموقع. نعمل واحد تاني، وانا كان معايا في الاول 8، نعمل نقرات، هتدوس على كلمة الأرباح، ثواني هتلاقيه بيحمل معاك. طبعا لازم تعمل ترجمة عربي، او لا اما انت لو تعودت شوية هتلاقي نفسك بتحفظ الكلام. الكلمة اللي هيجيلك دي مثلا هتحس انها دي مثلا كورة، دي شاحنة، تبقى عارف الشكل عامل ازاي. يعني انا لما اشتغلت على الموقع ده فترة لقيت نفسي ابتديت احفظ اللي بيحصل. هنا بص، او هنا الكلب، هتدوس على تختار صورة الكلب كده. احنا طبعا عملنا دلوقتي نقرتين، دوسنا على الاعلانين، انا كان معايا 8. نعمل ريفرش للصفحة نشوف ايه اللي هيحصل. ادي الريفرش اهو، اهو بقى معانا 10. عايزين بقى نحول دول لروبل، هو اقل حاجة 10 اعلانات انك تحولهم. هندوس على رقم 10 دون اهو، بيقولك هتحول 10 اعلانات دول بسنت وستة. يعني تتخيل انت 10 اعلانات بس، يعني جمعولك 1 و6، يعني انت في المية اما تجمع، اما تدوس على 100 اعلان هتعمل قد ايه؟ تعمل 1.6 روبل. طبعا ده جميل جدا، ده انت ممكن تعمل في اليوم 400 500، فانت هتلاقي نفسك في بكتير 3 ايام هتلاقي جمعت 1 دولار. وهنزل لكم كذا موقع تاني عشان تشتغلوا بجانب دوا، عشان موريكم طبعا الموقع الاستثمارية. هي احلى حاجة في الموقع الاستثمارية انك ما بتشوفش بقى اعلانات الهالية دي، لا انت بتمسك مثلا انت معاك 1 دولار تحطه في الموقع، بعد فترة هتلاقيه بقى 1 و2 بعد يوم مثلا زي ما الموقع بيحدد. او هنا هبيع ال10 دول ب16، هدوس بيع، بيحمل معاك الموقع اهو كده، اتحول جت 0، وهنا بقى معايا .16. طبعا سحبت من الموقع ده 4 روبل قبل كده، وان الموقع جميل جدا. عشان تسحب هتدوس على كلمة روبل اللي هنا دي، هيحولك للصفحة دي. هتكتب ايه؟ هتنزل هنا، هتاخد هنا في مربع مش هيبقى مكتوب حاجة، هتضطر انك تكتب رقم المحفظة بتاعتك بتاعت البيير. هتدوس على اعدادات الحساب هنا عشان تروح تكتب محفظة البيير بتاعتك اللي حولك عليها اهو، وتكتب هنا محفظة البيير وتدوس حفظ. هتلاقي ان الامر سهل جدا، بعد كده تروح تسحب الرصيد بتاعك عادي جدا، لما تدوس عليه تاني مفيش.
ثواني بس الموقع بيحمل. هنا بتنزل تحت بتكتب هنا المجموع، أقل حاجة 1 روبل، فأنت مثلا بتكتب 5 وبتدوس سحب، السحب بيوصل لك فوري يعني، أول ما تدوس سحب بتلاقي خلاص الرصيد وصل لحسابك. موقع جميل جدا واشتغلوا عليه عشان أنزل مواقع استثمارية. ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك فيها عشان ده بيدعمنا يعني. والمواقع الاستثمارية يعني يوم التاني يوم التالت يوم ولا رابع يوم بتنصب، لازم تلحقها. وان هي يعني لو لقيت الموقع 0 يوم تبتدي تستثمر فيه، لو لقيت 1 او 2 احسن لك لا تبعد. فانا لازم يعني المواقع دي تتابعها اول باول، فياريت تعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد.